إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ها نحن الآن في جزائرنا مارون في طريق يزداد مع الأيام خطورة، ويزداد مع الأيام مستقطبا لاهتمامات الرأي العام الداخلي والرأي العام الخارجي مما كنا نتكلم عنه مرارا وتكرارا. وها نحن الآن نجد أنفسنا وقد خطى العمل الإسلامي خطوات إلى الأمام. هذه الخطوات استطاعت من خلالها جزائرنا أن تكون في مقدمة البلاد العربية والبلاد الإسلامية، وهي تخوض تجربة لا أقول فريدة من نوعها، وإنما تجربة بعد استعمار دام عقودا، وبعد استبداد دام 30 عاما، وأراد الله عز وجل لهذه الجزائر برجالها وعلمائها وشبابها والدعاة إلى الإسلام فيها على اختلاف تياراتهم وتوجهاتهم، استطاعت هذه الجزائر أن تصنع الحادث في 91 و92. هذا الحادث الذي لا يمكن أن تبلعه قوى الشر في الوطن أو قوى الشر في الخارج. لأن ابتلاعه هذا الحدث لأن ابتلاعه معناه أنه أصبح في الجزائر بقعة فيها مد إسلامي صوره أعداؤنا في الخارج، هذا المد الإسلامي، وصوره أعداء المد الإسلامي في الداخل، وصورته أيضا بعض تصرفاتنا نحن في الداخل على أن الإسلام خطر، دونجي، غران دونجي، والإسلام بما يحمله من بذور التقدم والتطور
والتكافل والتضامن والتعاون على الخير. رأى فيه خصومه بأنه يمثل قوة، وهذه القوة قال عنها الخصوم في الداخل والخارج، قالوا يجب أن تدمر هذه القوة. كيف تدمر هذه القوة؟ وضعوا لها خططا وبرامج ومناهج حتى لا يتمكن الإسلام الصحيح والحقيقي من أن يخوض المعركة بوضوح مع الباطل ومع الطغيان والاستبداد. فافتعلوا واصطنعوا جملة من المؤشرات، من جملتها ما شهدناه البارحة في العاصمة الجزائرية من محاولات نسوية وغير نسوية لتحويل الجزائر عن مسارها، وصدق الله سبحانه في محكم التنزيل عندما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وصدق في محكم التنزيل وصدق سبحانه في محكم التنزيل عندما قال ويمكرون، وعندما قال إنهم يكيدون كيدا، ولكن أيضا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الجزائر التي استطاعت أن تبني عبر المعاناة والنضالات على مدى أكثر من 20 عاما وتمكنت من أن تصل عبر ما يؤمنون به من قيم غربية لكي يكون الإسلام ذا صولة وذا كلمة في موقع صناعة القرار. تحركت فلول التغريب وقوافل التضليل ومواكب الشر ومعسكرات الباطل، وجنود هامان وفرعون وقارون تحركت كلها على أصعدة متعددة لكي تحول دون وصول الإسلام إلى مركز صناعة القرار، لأن مركز صناعة القرار كان حكرا، كان حكرا في أيام الاستعمار الفرنسي، ثم كان حكرا مونوبول، كان حكرا لدى طائفة من أبناء الشعب الجزائري، وهذه الطائفة
عملت ما في وسعها وبذلت قصارى جهدها